السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف أداة اسمها سايزنج كيبل للمهندس إيهاب. الأداة سهلة جدا في الاستخدام، مجرد إن أنت هتعمل سيلكت للديسكريبشن بورد في التشيك ليست، وبعد كده هيبدأ هو يعمل إضافة للبارامتر بتاعة الكيبل مين والكيبل نمبر والكيبل سايز والكيبل تايب بالشكل دوت. هتقول له أنا عايز أعمل سايزنج للكيبل، ويبدأ يجيبهم لك همت، ويبدأ يدخل المعلومات بالشكل دوت. هتقول له مثلا انا عايز اعمل ديفولت سيركل سايزنج او كاستم للسيركت سايزنج، ويبدأ يدخل لك المعلومات بالشكل دوت، وفي الاخر يبقى عندك السكادول وعندك كل المعلومات في البلان. فزي ما انت شايف اداة سهلة في الاستخدام، هي مجرد وان كليك وتبدأ تظهر معاك المعلومات.